أما الصبر فقال إنه ضياء، فيه نور لكن نور مع حرارة، كما قال الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فالضوء لا بد فيه من حرارة، وهكذا الصبر لا بد فيه من حرارة وتعب، لأن فيه مشقة كبيرة، ولهذا كان أجره بغير حساب. فالفرق بين النور في الصلاة والضياء في الصبر أن الضياء في الصبر مصحوب بحرارة لما في ذلك من التعب القلبي والبدني في بعض الأحيان،